بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك وصديقي العزيز. لا اخفى عليك سرا ان انا بحب التصريحات الركراكيه، بصراحه بحب فيها كميه الطاقه الايجابيه اللي موجوده في التصريحات دي. عشان ما تضحكش عليك يا راجل، انا راجل سلبي وبتفرج على ناس سلبيه كتير، فقررت ان انا اروح اغير واتفرج على تصريحات ايجابيه. بصراحه بحب التصريحات الركراكيه الايجابيه دي يا صديقي. الركراكي طلع اتكلم على موقف قد ينساه بعد الجمهور داخل الملعب، وهو اللقطه اللي سفيان رحيمي قرر ان هو يباصي قدام المرمى للنصيري، لان هو كان نفسه النصيري يسجل هدف علشان ترجع له بعض الثقه ويرجع له بعض الهدوء. ودي كانت دي كانت حاجه تحترم جدا بالنسبه لسفيان رحيمي، واعتقد ان هي لو حصلت كانت تتبروز، لكن للاسف النصيري ما طلش الكوره. فالركراكي قرر ان هو يبروز الموقف ده ويكمل تاني بالسلوجن اللي احنا ماشيين بيه من ساعه ما جه وليد الركراكي: احنا عيله، احنا فاميلي يا باشا، احنا عيله واحنا فاميلي. هتقول لي يا صاحبي يا السلوجن بتاع فان ديزل ده والسرعه والغضب، يا صاحبي احنا هرسنا النكته دي قبل كده وقلنا السرعه والغضب وقرنا جدك ادريسكو شوفالي في الحفره، بس انت بتنسى الركراكي عنده مبدا العائله اولا. قال لك: اريد ان اتحدث عن لاعب مثل رحيمي، لقد كان بامكانه تسجيل الهدف الثاني لكنه قرر تمريرها للنصيري، وهذا ما يظهر التضامن والروح التنافسيه التي يمتلكها اللاعبون. نحن كعائله والجمهور من حقه ان ينزعج من ابنه. الله عليك. ونحن نتقبل ذلك، وهذا ما شاهدته في تمريره رحيمي تلك الثقه، وما زلنا سننجح باذن الله علينا مواصله العمل. هتقول لي يا صاحبي الكلام ده كلام تنميه بشريه جميل صديقي، ما هي دي تصريحات وليد الركراكي، يعني واخدنا من اول يوم على ان هي كلام تنميه بشريه حلو جدا. وزي ما قلت لك، هو السلوجن اللي الركراكي جاي بيشتغل بيه مع منتخب المغرب: احنا عيله، احنا فاميلي يا باشا بالصلاه على النبي، احنا مش منتخب فيه لعيبه بتتنافس على مراكز، لا احنا عيله، كلنا هدفنا ان احنا نساعد بعض وهدفنا ان احنا ندعم بعض، وان شاء الله باذن الله بروح المحبه وروح الاخاء اللي احنا فيها هنقدر ان احنا ننجح. صديقي هتقول لي ايه يا صاحبي مالك، احنا كده ناس ان احنا نطير النسر، صح؟ وبالظبط يا صاحبي، ناس ان احنا نطير النسر. هتقول لي ايه النسر ده؟ لا، النسر ده بيستخدموه في معادلات التنميه البشريه والفيديو بتاع النسر. النسر محتاج يطير، فالركراكي ناس يجيب لنا النسر ان شاء الله والفيديو بتاع النسر ويطير. هتقول لي يا صاحبي بس الركراكي من مدرسه تحترم، مدرسه التنميه البشريه بتاع جدك هيرفي رينار، يعني هيرفي رينار ده مثلا الناس عملت المحاضره بتاعته في ماتش السعوديه والارجنتين ان هي محاضره ايقونيه. بالظبط يا صديقي، عامل زي جوارديولا كده لما جمع اللعيبه وقال لهم انا غيرت عالم كره القدم وانا عملت، ولا يا اسطى ده مش تنميه بشريه ده نرجسيه. لا، ما هو في فرق في المدارس يا ابن عمي. هو الركراكي من مدرسه التنميه البشريه ومدرسه احنا بندعم بعض ومدرسه احنا اسره. نعم، في بعض الجمهور هيتعجب من التصريحات دي، بس في بعض الجمهور يقول لك ان هو بينفذ الهويه المغربيه، وهي هويه ان احنا اسره وان احنا عيله، والوضع بالنسبه لنا مختلف، وان احنا ما ينفعش ان احنا ننسى مواقف معينه حصلت داخل الملعب، وان احنا لازم نتقوى ببعض. فدي هويه تحترم ودي شخصيه تحترم. اختلفت معاها، اتفقت معاها، بس هي عندها منطق، والمنطق ده نجحت بيه قبل كده، والمنطق ده تقدر ان هي تنجح بيه مستقبلا، وهو منطق العائله، منطق ان احنا اسره واحده، ومنطق ان احنا ما فيناش حد غريب عن التاني، وما فيناش حد عنده شخصيه قادره ان هي تدمر الحب او تدمر حاله الود اللي احنا فيها. فنتمنى ان حاله الود تستمر، ونتمنى ان المجموعه النظيفه اللي الركراكي بيتكلم عليها وحاله الحب وحاله الاخاء تستمر مع المنتخب المغربي، ونتمنى ان هي تكون تجربه ايقونيه بالنسبه للركراكي والمنتخب المغربي، ان احنا رسخنا لمفاهيم جديده في عالم كره القدم، وهي مفاهيم الاسره والعائله.